سيد الرئيس، رانا ريناك اليوم ورنا وجه ربي. بارك الله فيك. اليوم ورنا وجه ربي سيد الرئيس. وسنواصل العمل على مزيد ترسيخ هذه التوجهات ودعم مقاومات الجمهورية وسيادة القانون واستقلالية القضاء وتوسيع مجال الحرية العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان. وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم، بكل حزم. وأنا فهمتكم، يا نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم وفهمت الكل. لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا. نحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها، بكل صراحة كما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات. وغلطوني أحيانا، أنا منشبش منشزرق على كامل جبران طلب الحرية، غلطوني أحيانا بحجم الحقائق، وسيحاسبون. نعم سيحاسبون بكل حزم، بكل حزم. برقم بعدين نسرية يا مرحبا. علي بخير فاميليال. بسوا بعضكم، بسوا بعضكم. اي نو فايل بعدين فما حدا دوسي في ال برقم بعدين. خارق العادة. برقم بعدين بايك. حكينا عاد على تلفزيون. لا خويا بالياخت انا رهيب. قصدنا اللي نحنا كيكا. غودو غودو في الطيارة عندنا ربع سوايع. جات وقت من وحده نتاع رجوليه، والله كيف كيف ما نخافوش، لا نسرقوا لا نخطفوا لا نعملوا كور في سويسرا لا نمشوا نعملوا سكي ولا سبور ديفير، نخدموا نخدموا في المواطنين. شنو هذا؟ سردينا وهريسة وزيت. خلطة سردينا وهريسة وزيت. سردينا وهريسة وزيت مخلطة، عجنها مخلطها مرفسها. نعم مخلطة. أيوة غفستها وحطيتها مخلطة، عجنها مخلطها مرفسها. نعم مخلطة. أيوة غفستها وحطيتها. والآن سيداتي وسادتي كلمة سيادة الرئيس الجمهورية زين العابدين بن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن على بركة الله افتتاح الدورة 19 لكأس العالم مواطنون أيتها المواطنات وراس جحنينة لن أعود.